اعتقد المنتخبات كلها ظهرت مستوى طيب، واللي ظهر بمستوى متالق اعتقد العراق وجمهور العراق، فاكيد سعيدين احنا برفع الحظر عن العراق اكثر من تتويجنا اليوم بالبطوله. رايك بالاجواء اللي شفتها هنا بالمصر؟ اجواء صراحه تذكرني بالمباريات العالميه صراحه، جمهور ممتع، جمهور ذواق، يحب الكوره. كابتن، زيارة ثانية للبصرة، أكيد الابتسامة على محيى الوفد القطري، شلون تشوفون أجواء المباراة اليوم؟ أول شيء أجواء جميلة، تعرف جمهور والحضور الجماهير اليوم متواجد، ونتمنى التوفيق للفريقين، ويعطيكم العافية مرة ثانية على الاستضافة، وإن شاء الله نجيكم مرات أكثر جاية قدام. ما للدار وإحنا الضيوف عندكم. حبيبي يعطيك العافية. شلون تشوف زيارتك الثانية للعراق؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أحب أبارك للشعب العراقي على رفع الحذر. طبعا نفس ما تقول بلدنا الثاني العراق، نحب نقول مبروك لهم، وبطولة موفقة، بطولة جميلة الصراحة، وأجواء رائعة من الجماهير، ونتمنى أن نرجع مرة ثانية للعراق. كابتن، زيارة ثانية للعراق، اليوم نشوف الابتسامة واضحة على محيي المنتخب القطري. أول شيء صراحة يعني من الأجواء الممتعة دي صراحة، أعتقد بتحصل من الابتسامة هذه صراحة، وحنا رحنا الدوحة ورجعنا مرة ثانية نشارك الأفراح مرة ثانية في النجاح البطولة الودية لبطولة الصداقة، فأعتقد أن أجواء صراحة صحية الفترة الحالية إن شاء الله، ونتمنى أنه نشوف إن شاء الله بطولات قادمة تستضيفها الجمهورية جمهورية العراق. اشتقيت للبصرة ولا الجيمر البصرة؟ رجعنا للجيمر.